ويبدو أن يعني هذا هو تماما ما تفعله يعني الشخصيات والكيانات المرتبطة بالنظام السوري مؤخرا. شركات الواجهة هي شركات لها دور اقتصادي فعلي وحقيقي، غير أنها تقوم كذلك بالعمل في أنشطة أخرى غير تلك المصرح عنها، كأن تقوم يعني مغسلة ملابس على سبيل المثال، بالعمل في مجال المخدرات إلى جانب العمل في غسيل الملابس. شركات الرف شركة يتم تسجيلها بغرض معين ومن ثم وضعها على الرف إلى حين أن يأتي يعني وقتها، ومن ثم يتم استخدام هذه الشركات في الاستثمارات. الغرض من إبقائها على الرف هو إضفاء صيغة من الشرعية عليها. القشرية هي شركات يعني الغرض الأساسي منها هو تملك شركات أخرى بهدف إخفاء ملكية الشركات. هي شركات قشرية بشكل واضح وصريح. هذه الشركات الثلاث يملكها ذات الأشخاص، ولكل منهم ارتباطاته بالنظام السوري، والتي تصل عمليا إلى يعني بشار الأسد مباشرة. بين هؤلاء الأشخاص ورأس هرم يعني السلطة بشار الأسد. على سبيل المثال ابنتي أحمد خليل خليل رنا وريتا يعني قامتا بتملك هذه الشركات الثلاث بحصص مختلفة. والدهم يملك شركة سند للحراسات الأمنية، هو أحد الشركاء المؤسسين بالتشارك مع ناصر ديب ديب. ناصر ديب ديب هو أحد شركاء يسار حسين إبراهيم مساعد بشار الأسد في شركة المركزية لصناعة الإسمنت. باعتقادي يعني يسار حسين إبراهيم يقود عملية يعني إنشاء هذه الشركات بإيعاز مباشر من بشار الأسد. النظام السوري من دول أخرى مثل إيران، ويعني من تجربته الخاصة من التعامل مع العقوبات لأكثر من 10 سنوات، كيف يعني يستطيع أن يسبق الدول الغربية بخطوة دائما إلى الأمام من خلال تأسيس يعني شركات من النوع.